على أرض الميدان تشتد المهام القتالية كل يوم بين حماس من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة ثانية على جبهات قطاع غزة، لكن إذا ما وجهت الأنظار نحو الأعلى سنكون أمام لاعب آخر جديد يقود مهام مختلفة، مسيرات MQ-9 ريبر الأمريكية التي رصدت وهي تحلق في أجواء غزة. المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر أكد أن هذه المسيرات غير مسلحة وتحلق فوق القطاع بهدف دعم جهود إسرائيل لاستعادة الرهائن لدى حماس. ما هي المسيرات الأمريكية MQ-9 ريبار؟ تستخدم بالدرجة الأولى للمراقبة والاستطلاع لقدرتها على التحليق لمدة 24 ساعة دون توقف، لكنها قادرة أيضاً على تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف بالغة الأهمية في وقت محدد، وسبق أن استخدمت في تنفيذ ضربات جوية في أفغانستان واليمن والعراق والصومال. تحمل كاميرا في الطرف الأمامي وكاميرا وأجهزة استشعار في أسفل الجسم، وتتمتع بقدرات فنية وقتالية متطورة، إذ يمكنها حمل نحو طنين من القنابل والصواريخ